يمكن 50-60 مليون عربي الان يتابع مصطفى واسامه. اسامه ما زال مصر تسديد اللكمات، لازم عليه الامساك، ينجح اسامه الان بالكلينش. شوف اخو اسامه يقول له ابركت، اسامه الان يحاول الامساك المصارعه انه يسقط مصطفى على انه يسقط مصطفى. مصطفى حلو هجومه كان لم يكتمل، كل وسائل التواصل الاجتماعي موجوده، انستغرام، فيسبوك، سناب شات، تويتر، كلها موجود، كل الجمهور قاعدين الان يصوروا، فالجمهور العربي اللي ما شاف يشوف اليوم، يشوف اليوم على التواصل الاجتماعي، اذا مش على الام بي سي اكشن على التواصل الاجتماعي راح تشوفوهم. لك ركله يبحث اسامه منها على التلاحم مع مصطفى حتى يسقطوا على الارض، اظن الجيلاتين اثر على مصطفى في الجوله الاولى وايضا اثر على اسامه، استنزف طاقه من اسامه واستنزف طاقه من مصطفى. انا عمار منفور بالمباراه هذه والقوه اللي والنديه اللي قاعد نشوفها طبعا في هذا اللقاء. اربع مباريات باللايف رائعين، يعني الجمهور شوفوا الاندر كارت راح تنتبهوا، شوفوا شوفوا الاندر كارت، شوفوا الاندر كارت وعلقونا على التواصل الاجتماعي على الاندر كارت، يا على ديزرت فورس يا على الام بي سي اكشن. الجيلاتين يعني اثر، الله اثر، يا الله، اسامه قريب من الانتقام، ينتقم اسامه ويعيد اللقب الى الكويت ويعيد اللقب اليه. جميله عمار، جميله، غير متوقعه، وقعناها بالرسلين واسامه دي كي او للامانه، ضربه فنيه قاضيه بالجوله الثانيه. اسامه الصعيدي يتغلب على مصطفى راشد، الجيلاتين اثرت في اسامه الصعيدي في مصطفى راشد، استنزف الطاقه الجيلاتين من مصطفى راشد والان لا 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 يا اسامه راح نشوف ريماتش ايضا اكيد راح تصير. ولعت الدنيا يا شباب.